انتقل صباح اليوم الجمعة الإعلامي وصاحب قناة البديل سليمان بوخليلي إلى جوار ربه بعد صراع مع فيروس كورونا، وكان الإعلامي الراحل سلمان بوخليلي يعالج بمستشفى مصطفى باشا الجامعي بعد إصابته بفيروس كورونا، وسيكون مقر سكناه ببلديه الكبة بالعاصمة مفتوحة لتقديم التعازي للعائلة، كما ستشيع جثمان الفقيد بعد صلاة الجمعة بمقبرة قريدي بالقبة في العاصمة. من جهته يتقدم مجمع النهار وعلى رأسهم المديرية العامة للأساتذة سعاد عزوز تعازيهم قلبية لعائلة الفقيد، راجين من المولى عز وجل أن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان.